بن جابي، جاية من السعودية. أنا اليوم على الإمارات في باتل اوف ذا ارتست مع بوتيكات، جاية اليوم نتحدى ونعمل باتل على لوكات فأسرع ما يمكن. إن شاء الله يكون شيء مرة يعجبكم وشيء مرة حلو. حتنافس أنا مع أمل إبراهيم، هي من الإمارات، فأنا حلعب في أرضها بس إن شاء الله حغلبها. بالنسبة لللوك إن شاء الله اليوم حيكون لوك دوي فريش وناتشرال، مش أوفر يعني. حابة نبين جمال جود الطبيعي، فإن شاء الله بإذن الله يعجبكم اللوك. معاكم أمل إبراهيم، ميك أب آرتست من الإمارات. اليوم نحن ببرنامج باتل أوف آرتست بوتيكات دبي مسوينا. البرنامج عبارة عن منافسة وتحدي. منافسينا بيكونون هميز وجود، وهميز لا تزعلين خلي روحك رياضية، بس واضح إني أنا الفائزة. وفي لوك ناري في بالي، بس خلكم معاي وبتشوفونه. حبيت التجربة، كانت فكرة غريبة إنه مو زي المعتاد دايماً، فيها منافسة، فيها تحدي، فيها أحد يفوز، فيها يعني فيها شوي حركة. فمرة مبسوطة أنا سويت الميك اب هميز بن جابي، وبرضو تحدينا الميك اب أرتست أمل وشهد. أكيد كثير حبيت، حلو إنه خرجنا عن المعتاد، نيو كونسبت. وطبعا الفقره الحلوه ان هي يكون فيها روح التحدي، المنافسه، انك انت تطلع احلى ما فيك. واكيد تعاوني مع الميك اب ارتست امل مو اول تعاون، دائما هي مبدعه وسوت لي ميك اب يجنن، وتحدي كان بعد جميل مع الميك اب ارتست هميز ومع جود الجميله.